توقعات العشرة الأولى مواليد 20 يناير ل30 يناير، الصراحة دايما بتفيد. بيأتي لك اليوم ده مصحوب بشوية مشكلات هتبقى بتقابلها في مواقف كتيرة مش هتعرف تتغلب عليها للأسف إلا من خلال إنك تغير رؤيتك لأمور كتيرة حواليك. هتفصل دايما نفسك عن كل الحاجات اللي بتعتبر قديمة ومعروفة وتطلع لكل الحاجات اللي بتعتبر جديدة. هتتوخى الحذر أكتر لما تبقى بتلوم أشخاص حواليك من الممكن أنت تكون اللي بترتكب أخطاء في يومك ده، خاصة لو كنت منفتح تجاه حاجات كتيرة جديدة قدامك هتتعلم منها كتير جدا عن نفسك. توقعات العشرة الثانية مواليد 31 يناير ل9 فبراير، انت هتكون نشيط دايما في الوقت الحالي ده. في وقتك ده بيبدو ان حجم المشكلات في تزايد اكبر، لكن لازم انها ما تضغيش المشكلات دي عليك بشكل كبير، خاصة لما تبقى بتواجه مشكلة واحدة تلو التانية هتبتدي تشعر بالسعادة مرة تانية. من الضروري انك تتصرف في الحين، ولا ممكن تواجه تعقيدات اكتر. ما تخافش من انك تقبل المساعدة من اشخاص كتير حواليك في حالة تعرضوها عليك. توقعات العشرة الثالثة مواليد 11 فبراير ل18 فبراير، عندك استراتيجيات كتيرة جديدة في طريقك مش هتعرف تتغلب على اي عقبات بتبقى بتشوفها في طريقك. في الوقت الحالي ده لو حاولت انك تحلها بالطرق القديمة المعروفة لازم تبقى بتغير مدخلك وتتوصل لاستراتيجيات جديدة. هلتك ما بتسمحش لكل الاشخاص اللي حواليك بانهم يغيروا رأيك او حتى خططك بشكل كتير. بيكمن الحل دايما بداخلك، فبشوية ثقة بنفسك هتعرف تتغلب على المشكلات دي وتمسك مرة تانية بزمام الامور بشكل كبير.